تغسلي البشره. قلنا لو البشره عندك حاجتين يا منى، يا في بانسل، لو البشره شديده الجفاف بستخدم لها سيروم، بيكون افضل في الترطيب من اي نوع كريم. تمام. طبعا لو هي هتبقى برقبتها، الرقبه جزء لا يتجزا من الوش، ناخده معانا كمان. تمام. حاجه اسمها توزيع الدوره الدمويه بتاعت البشره، دي هتلاقوها عندكم في الورك بوك بالاسهم، المايكرو بالاسهم. دي لما بعمل الحاجه بتاعتي وانا بوزعها مع اتجاه الدوره الدمويه او الدوره الدمويه بتاعت البشره، بتخلي البشره معايا فريش اكتر ونضره اكتر، وبتنقص الماتيريال اللي انا حطيتها، وفي نفس الوقت بتدي نضاره للبشره، لان انت مع حركه التدليك اللي انت بتعمليها او التوزيع اللي بتعمليها للدوره الدمويه بتحفزي البشره ان هي تفرز الكولاجين بتاعها، لان انت عملت لها عمليه زي مساج خفيف. تمام. فدايما نحاول نمشي مع اتجاه الدوره الدمويه، بيبقى كده ده من جوه لبره الموتور ده. الرقبه من بره الاطراف تبقى كده وكده، لكن منطقه النص من تحت لفوق كده، دي بتعمل عمليه مساج وشد لعروق الرقبه وجلد الرقبه. الطريقه دي معناها لو احنا عملناها باستمرار وكل يوم، واحنا بنغسل وشنا، واحنا بنحط الميك اب، واحنا بنحط كريم، واحنا بنحط حاجه، انت بتعملي مساج مستمر للبشره، فده بيفيد في ايه؟ ما بيخليش البشره يبقى فيها ترهلات وتجاعيد على اللونج ران، لان انت بتشديها، الحركه دي حركه شد لمسام البشره وجلد البشره، ما يبقاش فيه ترهلات، ما يبقاش فيه كسرات، ما يبقاش الجلد مترهل مع التقدم في السن. تمام؟ كمان بيخلي البشره فيها نضاره. ما عشان ده بتحفزي انت الكولاجين بتاع البشره، فبتخلي الدوره الدمويه بتمشي فيها كويس، فانت عملت لها عمليه المساج اللي انا بتكلم عليها. طيب احنا دلوقتي خلصنا الترطيب. طيب قبل ما اقرر انا هعمل حاجه، لازم ابص الاول على البشره، اشوف ايه العيوب اللي عندي، ايه الحاجات اللي انا مستاهله ان انا اشتغل عليها، في هالات، في حبوب، في ايه، ابقى انا محدده ايه اللي انا هعمله، مش حافظه، مش هي خطوات برصها ورا بعض وخلاص. تمام. طيب طبعا هنا هي ما شاء الله، الله اكبر يعني عليها، ما عندهاش اي مشكله في البشره، فاحنا هنفترض ان هي عندها. تمام. هفترض ان عندها هالات، يبقى هعمل ايه؟ الكونفلاش حاجه جميله، بس قبل الكونفلاش هحط ايه؟ البرايمر. عشان لازم ترتيب الخطوات، ما ينفعش احط حاجه قبل حاجه، بالذات في البزيجات الاساسيه اللي في الاول. ده لوريال انفلابل البراند بتاعي، هبدا اوزن البرايمر بتاعي. قلنا فوائد البرايمر واضراره. ايه بقى فوائده؟ ان هو بيقفل المسام. تمام. بيثبت الميك اب اكتر. بيثبت الميك اب. تمام. ايه اضراره؟ ان هو بيوسع المسام. ده لو عايز يوسع المسام تمام. خطيره البتاع دي. بالظبط. كده خلاص قشرتي المفروض جاهزه، وابداي بقى ايه الشغل بتاعي. هبدا احط اول حاجه، عشان انا هفترض هنا ان انا عندي هالات سودا. تمام. هبدا اخد اللون الاورنج، الكاموفلاج الاورنج. تمام. لما باجي بحط الكاموفلاج يا بنات، لا انت كده مش شايفه، فتيجي كده تيجي، لكن الحركه اللي بتنيل كده يبقى انت مش شايفه. اجيب كده شويه ممكن اسحبه الكراسي هنا زاويه اثنين حتى اقربه، مش انتوا لازقين في الحيطه على فكره، ما هو المجموعه بدها كويس. لما اجي احط الكونفلاش يا بنات، ما الزقش في المنبه في الرموش من تحت. ليه؟ لان انا لما باجي بدمجه ببقى عايزه مساحه، فلو انا لازقاه في منبه الرموش من تحت وحاجه ادمجه مش هيندمج معايا، وهيفضل الخط الاورنج ده متكتل تحت منبه الرموش، فهيضايقني لما اجي اسيح اللون، هيضايقني لما اجي احط كونسيلر او اي حاجه تحت العين، هيضايقني. يبقى لما اجي احط بحطه بتكنيك بعيد شويه، ما الزقش اول هنا. شايفين منبه الرموش بتاعي؟ ما الزقش، لا بنزل من تحت شويه. ابدا اخد بزاويه كده مثلثه الراوند كامل اللي تحت العين. شايفين اللون واضح وقوي ازاي؟ انا عايزاه واضح، مش هحط خفيف ومش تقيل قوي.
خلي فيه بالانس عندك في عينيكي في الكميه اللي انت بتحطيها. تمام. لازم اخد الراوند كامل ده، شايفين المثلث ده كامل، ما اخافش احطه. تمام. لازم اخد، في ناس بتقوم حاطه الحته دي بس، طب ما في تحت كمان بيبقى الراوند نازل بزاويه كده، لا لازم تغطي تعملي كفرج كامل للحته دي. تمام. وفي نفس الوقت انا بعيده عن منبت الرموش من تحت. ايدي اللي ماسكه دماغها مش نايمه عليها، اجيب لها تربانه، انا يا دوبك سنداها، عشان في ناس بتسهر وهي شغاله تبص تلاقي الجسم لا خفيف ايدك شويه، او لا حاولي تخلي ايديكي خفيفه، ايدك اللي شغاله خفيفه، ما تضغطيش جامد لان هتبداي تتعبيها او هتبداي توجعيها فهتبدا تشتكي منك. تمام. انت المفروض دلوقتي حد بروفيشنال بيشتغل، فما فيش ولا غلطه في اي حاجه انت بتعمليها، مش بس تكنيك الميك اب بتاعك. تمام. ايدي اللي فوق يا دوب سانده راسها بس ماسكاها عشان ما تتهزش وتروح وتيجي معايا. تمام. كده خلصت خلاص الجزئيه بتاعه من فوق. طب هفترض ان في هنا لا لسه الجزئيه بتاعه الشفايف ساعات بيبقى الجزء ده غامق شويه. تمام. بقوم عامله كده اجي عند الشفايف او واخده الحته دي، مش معقول ما فيش غلطه ايه ده ايه حاجه والله العظيم يا رب. تمام. بقوم عامله كده. تمام. لو هي بتلبس طرحه وعندها دبوس معلم في رقبتها برضه، يبقى مثلا لابسه فستان كوكتيل او كاب او حاجه، يبقى انا لازم اعمل لها المنطقه دي برضه، اقوم حاطه عليها عشان اداري المنطقه دي لما اجي اشتغل بعد كده ما تبقاش ظاهره معايا. كده انا خلصت الجزئيه دي. طيب هفترض ان عندها حبوب. ما علينا ما علينا. هجيب الكوريكت الاخضر بتاعي. تمام. حسنا فوق انا بلعب معاها حاجه صعبه قوي كده، مش معقول كده ايه ده، استغفر الله العظيم يا رب. هبدا مثلا القط، مثلا شايفه كده حبايه، كده حبايه مكان حبايه اثر حاجه بتاع، انا هتعامل مع الحسنات كانها حبوب. تمام. ممكن اقوم عامله كده عشان ده بيدي نضاره للوش، فممكن اقوم حاطه كده في الحته دي كده عشان لما اجي ادمج يبقى هتكون مجرد الوش. تمام. هفترض ان كده الحبوب انا حطيت عليها. هبدا اجيب البيتش فلمبر الصغنطوطه دي خالص. تمام. القاعده العريضه مش بالبوز، البوز دايما الحاجات الضيقه اللي عند العين او حوالين الفم او كده، لكن لما تبقى عايزه اقفل اطبطب على حتت عريضه شويه باخد الحته العريضه منها. الغرض من البيتش فلمبر هنا مش ان انا ادمجه، انا مش عايزه ادمجه، انا عايزاه ظاهر، انا بعمله عمليه تنعيم عشان ما يبقاش بس متكتل عريض، انا مش عايزاه عريض، انا عايزاه متسفلت. تمام. فبعمل له عمليه ايه؟ تربيت كده بس، بصوا بشيل ايدي وبحطها مش بدعك ولا يعني كده يا دوب. تمام. بلندر جبت البوزه. خلاص بالنسبه كده الموضوع تمام، مش عايزه اكتر من كده. حط الفاونديشن، انا مش بدمجه مع الالوان اللي انا حطاها، انا بغطي بيه الاول. تمام. يبقى اول مرحله وفي وضعيه حط الفاونديشن على الكاموفلاج اللي انا عاملاه بتبقى وضعيه تغطيه مش دمج، لان لو دمجت هيحصل ايه؟ احنا قلنا اللون القوي بيغطي على اللون الفاتح، هتلاقوا ان اللون الاورنج هو اللي غطى على ده والوش كله قلب معايا اورنج. تمام. بحطه بالطريقه دي. لا انت مور بس عشان تبقي ستريت اكتر. بصوا بصي فوق، بصوا بحط ازاي، هشوف انا بحط وضعيه التغطيه مش وضعيه الدمج.
احط فاونديشن او كونتور لازم اسيب الجزء ده فاضي ما اطلعش لغايه المنبت بيه. ليه؟ عشان حاجه اوزعه بالبيوتي بلندر قبل ما يتدم. لو انا طلعت بيه لغايه هنا اجي ابتدي اوزع البيوتي بلندر انا هشيل الشعر، يبقى انا بوظت منابت الشعر عندي من قدام. تمام؟ فبسيب المساحه دي الجزئيه دي فاضيه عشان هتتفرد معايا وانا شغاله في الدم بتاع البيوتي بلندر. هنا ما بحطش كتير، يعني بوز الفرشه بس على ده عشان ما يكتلش معايا. طيب الناس اللي عامله تاتو فاقوم عامله كده، بصي دي الطبقه، دي الطبقه على الحواجب غطيتها. تمام؟ اهتم جدا بالحتت السنايات دي والمنحنيات دي عشان ما تكشفش معايا. تمام؟ هبدا اخد الرقبه معايا. مش عايزه بس انزل تحت قوي عشان ما ابوظلهاش الكوله بتاعت البلوفر. لكن طبعا لو كل ده مكشوف كل ده انا باخده، ولو الستر كمان لو هي لابسه كاب او حاجه كل ده بيتعمل. تمام؟ ومن ورا القفه كمان من ورا عشان لو رفعت شعرها نور او لو فورمه مفيش طرحه برضه مفيش اي حاجه، يبقى الجزء كله لون واحد. تمام؟ اي حاجه وانا شغاله مش مفهومه اسالوني عشان ما نعديهاش واحنا ايه مش متاكدين منها 100%. كده انا غطيت خلاص نسبه 100% الوش. هل الاجمال اللي انا حطيتها ظهرت؟ لا ما ظهرتش معايا ولا غط ولا كشفت ولا اي حاجه. تمام؟ هبدا اجيب الكيوتي بلندر بتاعتي طبعا مبلوله ومعصوره، معصوره جامد ما فيهاش ميه خالص، يعني ما بتنقطش ميه لكن هي ماديه. تمام؟ هبدا اعمل عمليه البلاند التالي فرد. بصوا بقى بسحب على فوق ازاي الحته اللي انا كنت سايباها من الاول، ببدا اطلع لها. بالضغط، ضغط وبسحب مش بحك، ضغط وبسحب عشان افرد الفاونديشن بتاعي. بس بيبدا يتنعم ازاي؟ شايفين؟ شايفين هنا عامل ازاي وهنا عامل ازاي؟ ايوه تمام الفرق. لما اجي عند المناخير الحتت بقى المقطوعه دي بقلب البوز عشان توصل لها البيوتي بلندر. بص فوق عشان اسيح اللون تحت العين كده اهي، حتى الحته اللي كنت سايباها قدرت ان انا اعملها. لو الاورنج بقى في المنطقه دي وجيت عملت الحركه دي مش هيغطي لي على الفاونديشن. هبص لو في رتوش كده اورنج كتوله كده اورنج شكلها مش ظريف هتبقى مضايقاكي عايزه تشيليها. فعشان كده ما تلزقوش، دي غلطه بيقعوا فيها كتير، ما تلزقوش الاورنج في نمره الرموش من تحت. بص فوق شايفين تحت العين بقى كله ميه واحده. لما اجي بقى في الجزئيه دي كانها بتعمل شنبها، لازم تعمل لي كده عشان تشد لي المناطق دي اقدر اعمل لها بلاند جامد. نحط السنة هنا. دي اكتر مناطق بيكتل فيها الفاونديشن وبيقسم معاكي. تمام؟ في حاجه نازله يعني الحمد لله هي وصلت مصر، يعني لسه حتى انا طالباها كارلين جيل، ده نازل مخصوص عشان يداري المشكله دي، بيتحط قبل الفاونديشن. تمام؟ بيبقى ممكن يبقى بديل للبرايمر عشان الخطوط دي، بيعمل عمليه ملو للفراغات دي والحاجات دي بيداريها. فانا طلبته لو جه ان شاء الله المفروض جاي خلال يومين، لو جه قبل ما اخلص الكورس بتاعنا هوريه لك. تمام؟ بيتحط هنا فبيعمل بيداري الافكت بتاع هنا وهنا كل حاجه اللي هي الخطوط التعبيريه، هو نازل اصلا عشان يعالج موضوع الخطوط التعبيريه دي. تمام؟ احنا لغايه دلوقتي بنحاول ان احنا نجتهد ان احنا ايه نخفيها، هي ما بتروحش يعني ما بتبقاش مختفيه 100% بس بنقللها، بنحاول نقللها على قد ما نقدر. حاجه ثانيه يا بنات، وانا شغاله لازم ادي البشره وقتها، هدنه بمعنى اصح. يعني مثلا لازم عامله فاونديشن مش وراها على طول اقوم حاطه الخطوه اللي بعديه، لازم استنى اتليست 30 ثانيه. تمام؟ عشان البشره ترتاح وتمتص الماده اللي انا حطيتها. حاجه ثانيه كمان، لو في اي عيب او في زياده او في تكتل هيظهر لي،
يبقى قبل ما احط الخطوه اللي بعديها انا عرفت لو الكميه بتاعتي المناسبه اتوزعت صح اندمجت صح يبقى كل الدنيا تمام ابدا بقهد للخطوه اللي بعديها. لكن ما احطش ده فوق ده فوق ده واتفاجئ البشره ما بتتقبلش مني تبدا تنطر لي الحاجه اللي انا بحطها، يبقى انا كده حاطه حاجات بالزياده ما اندمجتش صح ما اتوزعتش صح. تمام بالذات طبعا الناس اللي عندها مشاكل في بشرتها، يعني هتلاقي مثلا الناس اللي عندها حبوب عندها حاجه عندها مثلا تنيات، الناس الكبيره في السن بيبقى الجلد شويه مكرمش متني فده بيحتاج ياخد وقته معاكي عشان تفردي البلانت بتاعك يبقى مظبوط تمام ومتنعم زي ما انتم شايفين كده ما فيهوش اي مشكله. خلصت مساج بقى الرقبه اتاكد برده ان انا عملت لها التمرين بتاعها كويس. تمام طبعا انا بستنى زي ما قلنا هو كل ده من الوقت على فكره، يعني من وانا شغاله ال 30 ثانيه بتاعتي شغاله. تمام هنا بقى قبل ما اشتغل هقف اسال نفسي السؤال، لما هاجي اعمل لها كونتور هعمل كونتور كريمي ولا باودر؟ على هذا الاساس هحدد. لو انا هعمل كونتور باودر يبقى اوكي اهيت هحط دلوقتي لوس باودر واثبت الفاونديشن بتاعي او كومباكت للناس اللي عايزه تستخدم كومباكت. تمام لو انا هستخدم كونتور كريمي يبقى مش هحط اي باودرات دلوقتي، هخلص شغل العين بتاعي وبعدين ارجع اكمل الكونتور الكريمي وبعدين اثبت بالباودر بتاعي. تمام طبعا احنا كمان النهارده مش هناخد لسه الكونتور، النهارده كلنا في شغل العين، فانا هعمل عمليه ايه؟ هحط اللوس باودر بتاعتي على الوش كامل. اوكي عايزاكي تخبي الكوره خالص عشان تيجي تبهدل الدنيا. واخدين بالكم من شكل الوش قبل اللبس باودر عامل ازاي؟ الفاونديشن شكله فيه لمعه ازاي وعامل ازاي؟ اول ما هبدا احط الاخضر بالمنظر ده شايفين الوش بيطفي معايا ازاي؟ وبيبدا الفاونديشن ناعم خالص كاني مش حاطه حاجه. دي شفافه. دي شفافه بس ما ادتش لون، ما غيرتليش اللون بتاع البشره ولا لون الفاونديشن اللي انا حاطاه. الصفرة بتديكي صفار والبيضه لو هي بيضه مش هيبقى في مشكله معايا، لكن لو هي خمريه او سمرا شويه هتلاقيها مجيره، هتحسي ان اللون منور قوي زياده عن اللزوم على بشرتها. مش الرقبة ها؟ الرقبة معايا في كل خطواتي الأساسية بتاعتي. تمام؟ كده خلاص. تمام؟ بعدين أفضي دي كده وأبدأ أعمل كده ليه؟ عشان لو في زيادة أنا كده شلتها. بصوا الأول كان دايرة عشان بدمج الباودر، دلوقتي بنطر كده عشان الزيادات كلها تتلاشى. بطل كده على ايدي مش على الحواجب على طول عشان ما يبقاش متكتل او تقيل يبوظ لي الدنيا. تمام اخد كميه مناسبه كده واتاكد ان الفرشه نظيفه من الجنبين عشان ما تطبعش. الله ينور الناس اللي حافظه دي جميله على الورق. لو اللي مش شايف عايز يقف ويقرب مفيش مشكله. بطل اللي ورايا اكيد مش شايفين. لا يعني هما خلوهم جنب عن جنب. الفلوس بقى ايه؟ ما تسيبنيش مره يمين. مش شايفين؟ خدت اللاين من الاول للثلاث ارباع عند بدايه الحرده، وقلنا مقياس الحاجب بالنسبه لي بعرفه ازاي؟ انا دي كده عشان كان في حد امبارح مين اللي ياسمين اللي قلت لي مين دي؟ اللي هي قلت لها صح الرسمه بس انت قرباها من الاول. ما جاتش مش عارفه ليه مع انها حضرت معايا امبارح المفروض تكمل معايا النهارده. من هنا هي مقرباهم قوي، مقربه الحاجبين لما رسمهم صح رسمه الهيب باير صح بس مقرباهم، يعني هي لو عملت كده هتلاقي الحاجب طالع من هنا ده اكيد تقريبا اللي هي مقرباها. تمام فلازم احط كده يبقى بصوا قبليها شايفين ما يبقاش ده متخطي او تحت او معدي من الميجر بتاعي بتاع الفرشه. في ناس اصلا رسم الحاجبه بتبدا من قريب من لا لازم انا اشيلها بقى لازم ترسم الحاجب صح دي بتبدا العكسه مظبوط فلازم اشيلها اشيل منها لغايه ما اظبط الديستانس بتاعت المسافات بتاعت الحاجب. تمام خلاص ما باخدهاش
للاخر مره واحده، باخد الويفه بتاعتي كده اللاين بتاعي بزاويه الميل عند الجزء ده واقف، وبعدين اعمل الحركه لوحدها. تمام؟ ما قلقش ان انا شايفاه تخين، شايفاه مش مظبوط، كل ده هيتظبط. انت بترسم، في ناس بترسم الحاجب اصلا عشوائي بس تخين ومرسوم، وترجع تظبطه بالتحديد عشان تظبطه يبقى بيرفكت اكتر. فما تقلقيش وتتخضي، ده مش مظبوط، ده انا شايفاه تخين، مفيش مشكله، ده طلع حاجه، ده طلع حاجه، مش مشكله، بنرسمه في الاخر بنظبطه تاني بالتحديد بتاعه. اوكي؟ وبعدين حتى ارسم من فوق، فما باخدش من فوق، بناخد من اول بيتحرك. بيتحرك. اسمدي كده. تمام. ابدا اخد من فوق، بس مش هبدا من البدايه خالص عشان اسيب الهير باي هير، بعملها هي لوحدها في الاخر. انا هعرض شويه عشان الناس اللي كانت عايزه تشوف لما يتعرض يبقى شكله عامل ازاي. شايفين انا مشيت ستريت ازاي؟ شايفين الفرق هنا فوق، فوق الحرده بدايه التمانية، انا طلعت فوق شويه عشان عايزه ارسمه عريض شويه. تمام. هبدا اقفل المثلث بتاعي. يعني ده بقى يمشي على الحاجب بتاعه علشان واحد اعلى منه، هاجي على الجزء على الواطي يعني هو اللي هرفعه سنه بالكيرفه بتاعته عشان اخليه يبقى مقاسي التاني. طب انا مش عارفه هطلع قد ايه، اعملي لاين واصل من ده لده بالكاموفلاش، نوصل بالكاموفلاش الفاتح عشان تبقى اديكي حتى اعلى سيكه، اقل سيكه مش مشكله، بس هيديكي على الاقل نفس الخط ما بين الواصل ما بين الاثنين. تمام. اوكي. هبدا بعد كده احشي الفراغات دي. بصوا انا بطلع شعرايه شعرايه، مش بملة عشان ما يدينيش تقل جامد للحاجب. فين برسم الشعر؟ الله بس. انا خلاص انا كده بس بحط البيزك الاساسي بتاعه، هبدا اعمل الهير باي هير، افضي الفرشه ما اخليش فيها كتير، واجي من المنبت كده ابدا اعمل لاينات كده. الرسم التاني نفس الطريقه. أول المنبت ده بس هقول لكم بقى حاجه حلوه تمام، لازم عينيا تبقى على الاثنين قدام بعض ولا لا، عشان ما ارسمش واحد امشي على رسمته وامشي على رسمه الثاني اتفاجئ بعد ما خلصت ان انا عملت واحد تحت وواحد فوق، واحد مايل كده واحد عامل كده. لا طيب هنفترض ان هم مش مظبوطين ومش قادره اظبطهم، هعمل ايه؟ هوصل بالكاموفلاج البيج ما بين ده وما بين ده، هعمل ايه؟ هعمل اشوف مين السليم الاول اللي عاجبني رسمته، لو رسمته مظبوطه اللي انا هعمله هو واعمله الاول. تمام. وبعدين اوصل بالكاموفلاج البدايه بتاعته من هنا للتاني عشان يبقى انا حددت بدايه التاني زي بدايه ده اللي انا هعمله. تمام. هقولها تاني، لو انا حسيت ان عينيا مش قادره تظبط الاثنين على نفس المسافه البدايه مع بعض بالذات من تحت، من فوق احنا ممكن نظبطها، ليه؟ لو واحد واطي وواحد عالي هعلي الواطي، لكن فضلوا من تحت واحد مايل كده وواحد كده، واحد نازل تحت وواحد اعلى منه شويه، يبقى لازم اظبط من تحت الاثنين زي بعض اول ما ابدا الشغل بتاعي. فلو انا عينيا مش جايبه الاثنين قصاد بعض او مش قادره اتحكم ان انا فعلا ظبطها ولا لا، هجيب الكوميفلاش بتاعي هعملها قدامكم احسن، عامل بلاش في النظري كده عشان تبقوا ايه برضه واضح. اقوم جايه عامله كده، وطبعا انا مخصصه له فرشه ما بستخدمهاش غير له سواء للحواجب او للروج. تمام. بقوم جايه كده واخده لاين كده كده واصل من بدايه ده لبدايه ده عشان انا كده عرفت حددت البدايه بتاعته. تمام. اوكي. تمام. نكمل. خدت الفصة بتاعتي مبدئيا كده عشان لسه هرجع لها تاني، هبدا اخد من فوق
امشي واقف. مشكلتكم لما بتيجوا تشتغلوا ما بتمشوش برجلك الخطوات ده، اللي حافظ حاجه بيعملها. انا عملت الحاجه بيقوم عامل كده ونزل على طول. طب انت شفتي زاويه الميل؟ وقفتي بصيتي انت طلعتي هنا قد ايه وهنا قد ايه؟ طب شفتي الاتجاه كده ولا كده ولا كده؟ فانت بترسمي، انت مركزه مع الحاجب واحد بس فبترسميه هو، فبتخلصي بصي تلاقي ده حماده وده حماده تاني، ده حلو لوحده وده حلو لوحده، لكن الاثنين مع بعض مش ماشيين. ايوه. لكن حته ان انت تمشي تركه وتقفي، تمشي حته وتقفي، كل المسافه لها الابعاد بتاعتها. جسم الحاجب لوحده، اللاين لوحده، الهير باي هير لوحده، التنظيف لوحده، التبشيط لوحده، انت جزأتي الخطوات بتاعت شغلك، فانت كده بتتقني اكتر الشغل. حاجه لقيتيها مش مظبوطه هيبقى في امكانك ان انت تعدليها وانت شغاله. تمام؟ هبدا اقفل بالزاويه بتاعته. واخدين بالكم ان انا ببدا خفيف وبعدين بتقل، عشان لو انا حبيت اغير لقيتها مش مظبوطه، لقيتها مش معدوله، يبقى في امكاني بسهوله ان انا اقدر اعيدها واعدلها. لكن لو حطيتها تقيله من الاول هبقى اضطر لازم امسح، وانا مش عايزه امسح، يعني انا بتجنب حته المسح. تمام؟ وانا شغاله لمحت ان انا هنا عماله مدوره سيكه، فبصيت على الناحيه الثانيه لا انا الناحيه الثانيه كلها محدده 8، فبدات اطلع بوزه شويه. ليه؟ اني شغاله على دي وشغاله على دي، ما هو ده المقياس بتاعي، ده اللي مظبوط اللي انا عايزه اطلع ده زي. فلازم وانا شغاله عيني تلمح هناك. انا دلوقتي بظبط ايه في الوينج؟ طب انا مدور ولا 8؟ لا انا حسيت ان الراس هنا 8 ظاهره اكتر، بدات اظهرها هنا اكتر. كانت الاول مدوره. شفتوا بقى لما بتشتغلي حته حته بتقدري ازاي تحددي ايه الغلط اللي انا عاملاه او ايه الحته اللي ناقصت مني، فبمشي واحده واحده. تمام؟ طبعا بصوا اللي عندها شعر طويل هنا تحت، فطبعا ده غلط لان بوظ لي الرسمه، بعمل نفسي مش شايفاه، بسحبه لفوق عشان انيمه مع الرسمه، لان لو مشيت عليه يبقى انا عرضت الحاجه اللي تحت، يبقى هبوظ ده عن ده. تمام؟ في التوتال لما تخلصي خالص تبداي تثبتي وتعملي الشعر ده هيلزق في حينان، فمش هيبقى واقف بالمنظر ده، فمش هيبوظ لك الرسم. لكن انت مش تلاقي شعر طويل، لا ده في شعر انا همشي مع الشعر، لا وبينها ما تقدريش تشيله لها، لان هي رسمه حاجبها كده، لو شلت لها الحاجب الشعر الطويل ده اما تيجي تغسل وشها من الحواجب مش هتلاقي شعر، مش هتلاقي حاجب. تمام؟ فما تلعبوش في حواجب الناس تبوظوها، عشان انا بتضايق جدا. اه والله العظيم بيجي لي ساعات موديل ابص الاقي الحواجب متدمره، ليه يا بنتي كده؟ تقولي اصل الميك اب فلانه بتحب الحاجب المقطوش فعملته لي تشاينيز. لا حول، وانت بتمشي كده تقولي لازم ارسمه. فانت هو عشان هي تطلع شغلها كويس فتبوظ الطبيعي. كذلك لما يجي لك عروسه او جيست او كده، مش بعد ما تخلص تغسل وشها تقول منها لا بوظت لي حواجبي، لا، فانت تحاولي بقدر الامكان ما تبوظيش في رسمه الحاجب بتاعتها الاساسيه. بعدين ببدا اوصل بقى الحته دي كده عشان يبقى كل اللاين ده لون واحد، الحته اللي في النص. تمام؟ مظبوط كده من عندكم. ابتدي بقى فتح. فتح ايه؟ مفتاح. اه مفتاح، مفتاح افتح الحاجب عشان كده بقول لك افتح ايه. تمام؟ قبل ما افتح امشط الاول. ليه؟ فريزي لطشت بره يبقى انا عندي البيزك اللي تحت اللي اقدر امسحه. تمام؟ على خفيف من قدام كده وابدا اسحب كده على فوق عشان اصرح الشعر اللي نازل لي تحت. انت ليه مشعور كله نازل تحت؟ لا مش معقوله كده. بصوا برفعه انا ازاي عشان اجيبه على الرسمه بتاعتي. الموضه دلوقتي العشوائي كده اللي هو يبقى الشعر طاير مش متطاير، مش كله ستريت، نايم كده. تمام؟ اه هو الرسمه في البودر هيجي نفس الشكل. بصي انا بشتغل الاثنين بس انا بحب الجيل.
البودر مهما كان ما بيديش نفس الافكت بتاع الجل. فعلا انا امبارح كنت برسم بالبودر ما كانش في حد امبارح رسم بتاعي الجروب بتاعكم كان رسم بالبودر كان حلو بس كان في شويه غلطات بسيطه بس انا عارفه ان ده من يا من الفرشه يا من البودر لكن دي كانت حلوه كانت الحواوت كلها كانت تمام هتلاقيني ساعات ما بقولش كومنتات اقول لك حلوه بس انا عارفه الغلطات اللي فيها مش بسبب بس هو كان فعلا البودر الفرشه فالفرشه مش بيساعد زي ده. وعايز اقول لحضراتكم حاجه كمان الباودر يا بنات لما اجي ارسم على الجلد مهما تقلته ما بيبانش طبيعي زي الجل لان الجل قوه تغطيته على الجلد عاليه. فالناس مثلا اللي ما عندهاش شعر كتير او انت بترسمي لها يعني بصي انا لما طلعت فوق عن الجلد في الحته اللي انا عليتها الاول بالباودر لازم تحطي كميه كتيره وتقيله عشان تخلي اللون طبيعي ما يبانش انها رسمه تمام. لكن الجل بيبقى اسهل معاكي كده خلاص. طيب اول حاجه هعملها ايه؟ انضف ايدي طبعا دي منضف خطوره ممكن انا مش هو نعم نشف بس افرضه ورس يعني 1% ما نشفش جامد ممكن ينطش لي وشها فلا انضف ايدي كده خلاص خلصت مش هستخدم مش هعمل تاني بالجل لازم انضف ايدي تماما وبعدين اكمل شغل. هبدأ بقى افتح بزيقات الاخ ده عشان ايه قدامته ايه معايا تحت مش بهتم قوي ان انا ادمج الحته دي جامد. ليه؟ لان انا محتاجه البطانه اللي تحت الحاجب فبتفيدني فمش لازم اضيعها جامد لكن لازم اضيع اللي قدام ما يبقاش الخط اللي قدام ده دايم ده لازم اضيعه خالص. ده المهم بالنسبه لي افضل معاه حته حته كده لغايه ما اضيعه لكن اللي ورا مش مشكله بنعمه بس وبسيبه هحتاجه بعد كده. هنا طبعا اخلي بالي عشان ما اخبطش في الحاجب يعني لو خبطت فيه هبوظ الرسمه اضطر بقى اصلحها تاني فبيبقى بالراحه كده باخد من جوه لبره مش العكس ما اخش من بره لجوه ابدا. طبعا ليه الفرشه دي ما بستخدمهاش في اي حاجه ثانيه عشان تفضل نظيفه لو اتحطت في اي لون هتبوظ لي لما اجي اوزع على الوش كده هتحطش معايا الوان غامقه فانا مخصصاها انها تبقى بتاعت الكاموفلاج بس. طيب هفترض ان انا الهيربه هي طلعت معايا تقيله هعمل ايه؟ بنفس الكاموفلاج بالفرشه النظيفه كده باخد بالبوزه بتاعتها كده وابدا التفريعه تاني كاني بعمل هيربه هيربه بعد كده امشر ده لو تقلت مني او حسيت ان انا حطيتها بصوره تقيله شويه تمام كده خلاص. هبدا اجيب بقى التتش بلندر عند توزيع انت ايه بصي بيبقى سهل بقى معايا ازاي خلاص بيندمج بسهوله جدا. دي مثل الكاترس كمان ما بياخدش منه افورت مجهود كتير عشان اضيع الدمج بتاعه عكس الحاجات التانيه بقى السوبرا عشان تقيله فبتاخد مني مجهود عبال ما اعمل لها البلانت وتختفي. حي حلوة قوي انا بقى لا من بعيد كده من بعيد النصين كاملين يعني مش اول مره بس مش اول مره اطلع حلوه كده جميله اصلا واحده من بعيد بقى ده ايوه لا بعيد مريحه حلوه قوي.